بدأنا حديثنا نور سابقا عن التحفيز وأنواعه والأساليب المستخدمة للتحفيز وتطبيقاته بحياتنا اليومية. اليوم رح نتابع أكيد بهالموضوع مع الدكتورة لبنى بشارة، مديرة التنمية بوزارة الثقافة. يسعد صباحك. صباح النور. يسعد صباحك دكتورة. بالبداية خلينا نسترجع بعض الأفكار اللي حكينا عنها عن التحفيز. التحفيز كمفهوم هو شحن الطاقة، يعني أنا بحفز شخص فبولد عنده الدافعية الأكثر، بشحن له طاقته ليقدر ينفذ عمل معين أو يصير عنده رغبة أكبر بتنفيذ هذا العمل. كيف منحفزه؟ إما بإيحاءات أو بعبارات محفزة أو بسلوكيات معينة ممكن نحن نساويها. وحكينا كمان كاسترجاع عن أنواع التحفيز، هو كان المادي والمعنوي، مثل بطاقة شكر هي معنوية أو كلمة حلوة هذا كله معنوي. أما المادي فهو ممكن يكون مكافأة مادية يا أما هدية قيمة للطفل إذا السيدة حبت تكافئ ابنها على موضوع معين. فالتحفيز أنواعه هو مادي ومعنوي، وحكينا سابقا بعض القصص اللي بتساعد على هذا الموضوع. بالإضافة لأنه التحفيز هو فردي أو جماعي، التحفيز الفردي بيحفز على وبيشجع على المنافسة، أما التحفيز الجماعي هو الأفضل طبعا، بيشجع على تحقيق هدف الجماعة، هدف اللي بتسعى له السيدة ببيتها لكل أفراد العائلة أو المؤسسة بالعمل، أهدافها بتكون عامة ما فردية للشخص نفسه. نعم. للموظف. نعم. طيب دكتورة لبنى، سابقا حكينا عن هي أنواع التحفيز المادي والمعنوي وأيضا الجماعي والفردي، خلينا نحكي عن التحفيز الذاتي. يعني أنا كشخص برغم كل الظروف اللي ممكن أتعرض لها يوميا أو حتى المعوقات اللي ممكن توقف بوجه طريق عملي، كيف أنا ممكن حفز نفسي ذاتيا؟ في عنا أسلوبين لتحفيز الشخص لنفسه. أولا ممكن عبارات معينة، وثاني شيء يعمل سلوكيات معينة. فالعبارات مثل شو؟ أنا قادر أني أعمل. هلأ إذا منتذكر من عدة سنوات كان في لوحات إعلانية كبيرة طرقية كان مكتوب عليها أنا بقدر. صحيح. نحن منقدر. هي هي عبارات تحفيزية، لكن وكتير منسمع من العبارات التحفيزية، لكن الفرق أو بتعطي جدوى أكبر لما تكون مستمرة. فالتحفيز لازم يكون مستمر لحتى يعطي استمرارية وقيمة أكثر للعمل اللي عم يأديه الشخص. فمعناته أنا بحفز حالي لما بقول أنا بقدر، ما في شيء مستحيل. وكمان لازم أقول أنه في عقبات كتير بالحياة ما حدا وصل بسهولة على الموضوع اللي هو بهمه أو بحبه. بس فعليا ضمن الظروف الاجتماعية اللي عم نعيشها، قديش فعلا نحن قادرين نحفز ذاتنا، خصوصا اليوم يعني في عندك مثلا ظروف حياتية اجتماعية اقتصادية، ضغوط يومية تمارس عليك. لهيك هون دور التحفيز، يعني هون بيكون أهمية التحفيز أكثر، لأنه التحفيز هو إما لنشتغل أمورنا الطبيعية اللي نحن مقصرين فيها أو لنبدع. طب لنقول بهي الظروف ما كتير الإمكانيات بتساعدنا إنه نبدع بسبب الظروف اللي عم نمر فيها، بس على الأقل بتساعدنا التحفيز لنعمل الحد المطلوب مننا، يعني ما نفوت بموضوع الإحباط، ما نفوت بموضوع الكآبة أو الإحساس بالفشل. فبالعكس بهي المراحل التحفيز كتير ضروري، التحفيز سواء كان من الآخرين أو التحفيز الشخصي. فلما بقول أنا بقدر وما في شيء مستحيل، وأنا بقدر أطلع لما أفشل، منلاحظ بكل الفيديوهات التحفيزية إذا حدا بيحب يحط مثلا يبحث باليوتيوب بيلاقي شو منشوف الصور، طيارة عم تقلع، شو معناته؟ في شيء لفوق، شخص مبتسم، شخص واثق من نفسه. هاي الأمور كلها نحن لازم نعملها لنكون نحن عم نحفز حالنا. شخص واقع بس عم بيقوم، هاي أنه أنا عم بطلع من أخطائي، عم بتخطى الفشل، هذا كله تحفيز. فهي العبارات لنقول ممكن أنا بقدر، ما في شيء مستحيل من هالأمور. أما إذا بدنا نقول على السلوكيات، أنه نقعد مع الناس الإيجابيين، يعني مثلا المشاهدين هلأ بيتفرجوا على البرنامج فبيلاقوا حضرتكم انه مبتسمين متفائلين، فهن بيصير عندهم تحفيز لبداية يوم جيد، لبداية يوم نشيط. هذا هي امور بسيطة، هي ايحاءات، الابتسامة هي ايحاء، فهي مثل الجلوس مع اشخاص ايجابيين بيحكوا عبارات حلوة بيخلونا نحن يصير عنا دافع، نخفف من حدة القلق اللي عنا، نخفف من حجم الإشكاليات، أو بيواسونا بأمور معينة بيقولوا لنا لا هيك صار مع فلان،
او هيك صار مع شخص معين. فلهيك بتجي قصة انه نحن لما بدنا نحفز حالنا نقعد مع اشخاص ايجابيين، انه نقرا قصص نجاح. قصص النجاح بنتعلم منها انه ما في حدا وصل بسهوله، بنتعلم انه ما في شيء، ما في طريق مسكر، قد ما كان صعب ممكن ياخذ وقت كثير، ممكن افشل كثير. مثلا الطياره لما اخترعوها اكيد مو من اول مره، قعدوا سنوات. نفس الشيء الكهرباء، كل الامور اللي نحن هلا عم نعيش بالنعيم تبعها هي نتيجه جهد متواصل. فالتحفيز اللي انا بدي طبقه على ذاتي بدي اشوف قصص نجاح. هي مجموعه من العوامل. بالاضافه لهيك انا لما اعمل شيء حلو كافئ نفسي. ليش؟ لانه نحن بالعاده بس وصل للشيء الحلو اللي انا بحبه اللي حققته بنبسط فيه بعد مده، خلص انه بصير بدور على هدف ثاني وهذا الشيء الطبيعي. لكن لطول مدة السعادة بهذا الموضوع اللي أنا حققته فأنا بدي كافئ نفسي. يعني حققت موضوع معين، مثلا أنا أنجزت شغلة حلوة بالشغل، فأنا بقول بدي روح اليوم أنا ورفقاتي، أو بدي اشتري فرضا قطعة ثياب حلوة. من أبسط الأمور لأكبر الأمور هي مكافأة الذات. تمام، هي إقلال كتير اللي بيعملوها بحق نفسهم، فنحن مقصرين بحق ذاتنا، هذا الموضوع بيحفزنا أكتر. في شغلة إضافية نحنا ما بتوقع في حدا بيعملها، هي الخطوة الأولى للتحفيز. الخطوة الأولى لازم أنا أكون ممتن للواقع اللي أنا عايش فيه. شلون؟ كل يوم لازم حط مثلاً ثلاث شغلات مزايا أنا بمتلكها. مثلاً أنا شكلي جيد فرضاً، أو الشخص بيقول أنا شكلي جيد، هذا بيفتح لي باب لأنا أدخل على عمل معين بيطلبوا فيه هي الكاريزما، أو أنا عندي مؤهل علمي، شخص آخر أنا عندي مؤهل تقني. يكتب المزايا اللي هو بيمتلكها، أنا صحتي جيدة، أنا أطفالي بخير أو عندهم نسبة ذكاء جيدة. هي الأمور كلها هي بتحفزنا. لما أنا بلش بالخطوة الأولى أكون ممنون وحاسس بالرضا عن بعض الأمور، بقدر انطلق أكثر بأي موضوع أنا بدي أشتغل عليه. طيب دكتورة لبنى، الرضا والقناعة هي أكيد شيء أساسي وهو بموروثنا الشعبي، تربينا عليه أنه الإنسان بيكون عنده نوع من الرضا والقناعة، بيعيش مرتاح وبيطلع هيك مثل ما بيقولوا على نصف الكأس المليان. خلينا وأنا بدي أرعى شوي مرة تانية معك للمعوقات، لأنه هذا أمر طبيعي. يعني يمكن أنا اليوم كون حاطة أنه أنا بدي إنجز واحد اثنين ثلاثة، يصير معي احدى العقبات او المشاكل وقف مره على مره، لما هدفي يروح ورا هدفي يروح تحفيزي الذاتي رح يقل. هون شو لازم انا اتصرف؟ هل انا عالج هاي المواضيع، واجهها قد ما تطلبت هاي المواجهه من صعوبات، ولا انا طنش الموضوع؟ شو بتنصحي بهي الحاله؟ اول شيء بدي انا لما واجهتني اول عقبه وفشلت بتحقيق الموضوع، بشوف وين الاشكاليه، بدرس الموضوع بحلله. لأنه إذا كانت الإشكالية بالظروف هو غير، يعني هو كتير غير قادر صعب على التعامل معه، تمام، فأنا ممكن لاقي طريقة تانية. يا أما أنا بغير أسلوبي، يا أما أنا بخفض من الهدف. يعني في أهداف هي على مراحل بتتحقق، فأنا بخفض من الهدف بفترة زمنية معينة. ليش؟ لأنه حسيت أنه إمكانياتي مو ممكن أنه يتنفذ بهذا، يعني غير قابل للتطبيق بهي الفترة الزمنية. ومثل ما حكينا مرة أنه أحد خصائص الأهداف هي تكون قابلة للتطبيق وقابلة للقياس. شو يعني للقياس؟ يعني أقول أنا بعد شهر لازم أكون محققة هالموضوع، متعلمة هالشي، متواصلة أكثر مع أشخاص معينين. فلما أكون عم بقدر قيس نسبة إنجازي للموضوع فأنا بتكون أموري جيدة. لما ما بتكون قابلة للقياس بيصير في ضياع بالموضوع. فأنا لما بتواجهني مجموعة عقبات يفترض أني حلل سبب هي العقبات لحتى أنا يا أتجاوزها يا أعدل بأسلوبي. أما أنا يفترض أنه ما أستغني عنها، لأنه مثل ما قلنا ما في شيء بالحياة هو صعب التحقيق أو مستحيل. فرغبتي هذا الهدف هي بتقلي لا لازم كمل. تمام، قدي أنا متمسك فيه هو اللي بيخليني عيد التجربة لو 10 أو 15 مرة. مثل مثلا هنري فورد وقت قلنا أنه هو 7 مرات فشل، أو فرضاً والت ديزني وشفنا قديه هلا هو اسم عظيم يعني وإنجازاته رائعة، كمان فشل هو 6 مرات. فهي الأمور كلها بتخلينا قصص النجاح، بتخلينا نعرف أنه لا ما لازم نوقف عند العقبات، لكن ما نعيدها
بنفس الطريقه. يعني انا لما فشلت نستفيد بالموضوع من هي الاخطاء، يعني فينا نقول انه الفشل هو بدايه النجاح، لكن نستفيد من اخطائنا عشان نقدر نتجاوزها. مثل بيقول البرت اينشتاين بيقول انه لا يمكن ان نحل مشاكلنا بنفس طريقه التفكير اللي ادت لحدوثها. صحيح، تمام. فمعناته نحن لازم نطور من تفكيرنا، نطور من تحليلنا وتركيبنا بعد التحليل، بنركب. يعني فينا نقول لازم نعمل تحفيز ذهني من الاول. التحفيز لكل شيء بيكون، لان هو بيولد دافع داخلي، فهو بيشتغل على الامور النفسيه. تمام، الامور النفسيه بقى بتاثر على التفكير وبتاثر على السلوك. فهيك بنكون نحن قدرنا نتجاوز هي العقبات ونقدر نوصل لهدفنا. طيب خلينا نحكي عن التحفيز يمكن المعنوي من المحيط، قديش مهم ان كان من العائله او من المدرسه او من المجتمع. طبعا هو له كثير اهميه كبيره، وخصوصا بفتره المرحليه العمريه الصغيره. يعني للاطفال، لانه الطفل ما بيقدر هو يستوعب الامور اللي حكيناها هلا او يطبقها على ذاته، فهي كثير مفيده للشرائح العمريه الصغيره. لكن لما يكبر الشخص بيحس انه التحفيز اللي اخده من اهله هو موجه لشيء معين، يعني لدراسه، لانجاز، لثبات، لانه بيقووه، بيعطوه الثقة. لكن هو بالحياة بيحتاج لأمور تانية، لأن احنا التحفيز بنستخدمه حسب الموضوع اللي بده اياه الشخص. يعني أنا لما أقول لشخص أنت ذكي وأنت بتقدر تعمل هذا الموضوع وتنجح وتدرس، أنا بحفزه على الدراسة. شخص تاني عنده مشكلة بالعلاقات شوي، فأنا بقول له بالعكس، أنت محبوب وأنت علاقاتك حلوة والناس حواليك بيحبوك. فحسب المجال اللي أنا بحفز فيه. الأهل بيحفزوا بشغلات هي هنين بتهمون اليافع. الأهل بيحفزوا بشغلات بتهمون أكثر ما بتهم الطفل. الطفل نفسه، بس هي لمصلحته بتكون بالنهاية كدراسة وتعامل. أما الشاب أو الأكبر هو بيحفز نفسه ليوصل لهدف بالحياة، كعمل أو كعلاقة جيدة بمجال معين، بمحيط معين. فبتختلف أهدافه وبتتخصص أكثر. ليش؟ لأنه بيصير هو اختار الجو تبعه، اختار شو اللي بيحبه، شو رغباته بالحياة. فبيصير هو لازم بقى يحفز نفسه، لأن دور الأهل هون بخف نوعا ما. تمام؟ فهي الفرق بين الاثنين، لكن العبارات نفسها بنستخدمها، الأساليب متشابهة نوعا ما، لكن تأثيرها مختلف على المراحل العمرية. طيب دكتورة، بختام حديثنا خلينا نحكي عن الآثار السلبية اللي ممكن يتعرض لها الشخص أو الجماعات إذا ما كان في عندهم قدرة على التحفيز أو قاموا بالتحفيز. الشخص إذا ما حدا حفزه، سواء كان طفل أو كبير، فهو أول شيء نفسيا يحبط. أول شيء ليش؟ لأن بيحس حاله قدم عمل كتير مهم وكبير وما حدا شكره، يعني مثل انه مثل بعضها او ما كثير فارق معنا. فهو بيصير عنده دافع لانه ما عاد كثير تماما يشتغل او يقدم. فمعناته اول شيء بيكون عنده شعور بعدم الرضا، بتتطور المرحله لتصير احباط اذا صارت مستمره، لان الشخص ممكن يغفر ويتجاوز كذا مره، بس بعدين لما تكون حاله عامه ودائمه فهو ما عاد يحس انه في قيمه للعمل اللي عم ينفذه. فبيصير عنده حالة من الإحباط، بيصير بعدين بتتطور لحالة من عدم الانتماء للمكان اللي بيشتغل فيه. وهي مشكلة كتير كبيرة منواجهها بالمؤسسات، إنه الشخص ما بيحس بالانتماء، بالتالي ما رح يحس بالمسؤولية، فممكن ما ينفذ شغله صح. إذا عدة أشخاص اشتغلوا بهالطريقة انخفض أداء المؤسسة. تمام، فيعني نتائجها كتير كبيرة، مع إنه هي ممكن يكون تحفيز معنوي بكلمة حلوة، هو شيء بسيط بس مؤثر إيجابيا كثير. أكيد دكتورة لبنى بشارة، متشكرك على المعلومات اللي قدمتينا إياها، مديرة التنمية في وزارة الثقافة، شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك دكتورة أم هلا نور.